على الانترنت، يا رب تنجينا وين واصلين. ما بعرف لوين بعد لقدام رح نوصل. هلأ انه انا بدي صير سمي علي اللي طبعا بقدمنا فقرة السوشيال ميديا كل يوم سبت المنجم، اسم الله عليه، يعني توقع كذا شغلة على السوشيال ميديا بدها تصير وصارت عم تحقق. هلأ اليوم رح يحكي لنا عن عالم افتراضي خيالي يمكن او واقعي فينا نعيشه ونعيش فيه حياة تانية نحنا على الانترنت، فينا نخلق لحالنا غير وظيفة، غير موقع اجتماعي، غير مزبوط؟ غير شكل كمان، غير شكل غير كل شيء، غير عائلة، غير عالم، غير اصحاب اللي بدك اياه. السوشيال ميديا ما علي. بس انا بقول لك من هلا، صباح الخير، صباح النور، قل لي انا بقول لك من هلا انا مبسوط باصحابي وبعائلتي وبشغلي وباللي حوالي وما بدي غير شيء خيي، ما بدي. هاي سكند لايف، رح قوم امشي انا. لمين؟ خليك بالفيرست لايف. هاي لمين؟ لا مش لك سكند لايف يلي بده هيك يروح بخياله لبعيد. هلا بنشوف. بس قبل خلينا نخبر خبريه عن فيسبوك اللي فايت بالحياه، صار له 3-4 اشهر. ليه دخلك هالقد؟ خلص ما بعرف، هيك بتعرف الواحد، بتعرف كيف بس الواحد يصير عنده ضرب ورا الثاني، ما بيعرف ليه، ما في شيء ظابط معه. هلا فيسبوك هيك فايتين ضرب ورا الثاني، حظ ما بعرف يعني. ومبارح اعلنوا كمان، طلعوا ستيتمنت رسميه عن الاختراق اللي صار مؤخرا، عم يعتذروا من العالم وكل هالحكي. ما بكفي الاعتذار، يردوا الاكونت، طلعوا يعني اكيد بالنهايه البزنس بدها تمشي. نعم. اعلنوا خاصيه جديده اسمها 3D فوتوز. نعم. اوكي، 3D فوتوز هن صور، حفرجيكم هلا هيك على بنشوف هون انه هيدي صوره، هي منا فيديو، بس هيدا الصوره بس نحرك التليفون بنشوف عمق للصوره، بنشوف هيك شوي. بكل الصور هيك رح يصير نشوفهم على فيسبوك؟ كل الصور لا، اي هون الصور اللي ماخوذه ضمن خاصيه ال 3D فوتوز. وحاليا بس الايفونز، ايفون 8 وما احدث اذا بدك، هن اللي قادرين ياخذوا هيدي الصوره. والسامسونج كمان فيك تاخذ 3D، مش يعني فيسبوك بعد ما عم يقبلها من غير تليفونات. هلا قريبا اكيد بتصير، يعني هو اكثر شيء عم يرتكزوا على التليفونات اللي حيكون عليها اكثر من كاميرا، يعني كاميرتين من ورا تيقدروا يعملوا هيدي الايفكت. وفي ديفايسز كمان اكتشفت انه كمان بعدها ما بتقدر تشوف ال 3D فوتوز، فبعدها يعني شيء جديد عم يجربوا فيه. اوكي، إذا عندكم آيفون جديد فيكم تجربوا، إذا صار فيكم تحطوها ورح تصيروا تشوفون هيك الناس مبسوطة فيهم عم تصور أكلاتها 3D، يعني صار صحن الفول يبين 3D. مهمة، يعني بين الحمص تحت الفول يعني. لننتقل لموضوعنا اليوم، موضوعنا عن جد يعني ما بعرف كيف بدي أشرحه للعالم، أنا ما عم بعرف أشرحه. إذا أنا استوعبته الكل رح يستوعبه. يلا إذا بدك بدنا نحكي عن شيء اسمه سكند لايف. نعم. سكند لايف هي حياة افتراضية مثل ما اسمها، يعني الحياة الثانية. هو تطبيق او ابلكيشن عمره من 2003، يعني ازدواجية بالشخصية، يعني بتصير فيها سكيزوفرينيا. هلا اذا وصلتها لهونيك بتوصل، بس هي مش هيدا الهدف. اوكي. سكند لايف هو اول شيء ويب سايت، بنفوت على secondlife.com، بننزل برنامج ما بيمشي الا على الكمبيوتر، يعني هيدا ما في منه ابلكيشن على التليفونات. اوكي. هي مثل لعبه، اول شيء حنفكر حالنا عم ننزل فيديو جيم. بس هيدي الفيديو جيم تسمح لنا انه نحن نعيش حياه افتراضيه ثانيه، كيف فيلم افاتار. اوكي. ثلاث ارباعنا حظ، فينا نتقمص الشخصيه مثلا، نتقمص اي شخصيه بدنا اياها. نعم. منعيش بهيدي بهيدا العالم الجديد، عالم كامل متكامل، في اشخاص تانية بنتواصل معها، بنحكي معها، بنعمل صداقات، بنعمل علاقات. أوكي. حفوت بالتفاصيل، بس خلينا نبلش هيدا الفيديو انا وعم بشرح شوي العالم تصير تاخذ فكره عن تقريبا عن شو عم نحكي. بلشت عم عليها للجيم؟ انا استعملته لفتره كثير صغيره بعدين، بس عم تقول من 2003 عنين. هلا شو هلا طلعت يعني رهجتها اكثر؟ لا بالعكس، هلا عم بلش تنزل، بس انا ليه حابب احكي عنها؟ لانه عم يصير في كثير ضجه حول موضوع الفيرتشوال رياليتي والاوجمنتد رياليتي. صحيح. اوكي، فطلعت بال 2003، يعني اذا بدك كان عزها تقريبا بال 2014 2015. هلا شوي الناس عم تبعد عنها، حاليا عندهم اكثر من 500 مليار مستخدم. اوكي. اوكي، منه رقم كثير كبير اذا قارناه بغير مواقع، 500 مليون
يوزر بس مش كلهم اكتف، يعني اليوم عم يكون عندك تقريبا مش اكثر من 500,000 اكتف يوزر على السكند لايف. اوكي عم يطلع عنا، اذا عم يطلع عنا السكرين الفيديو حنبلش نشوف كيف العالم على السكند لايف. انا كمان ححط هون صور لنحكي عنها. هي حياة افتراضية، نحن مننقي الشكل اللي بدنا اياه، مننقي تيابنا، مننقي شكلنا، بس الحلو فيها انه عم نتواصل مع ناس تانيين حقيقيين كمان مثلنا، يعني فينا نحكي مع العالم. متقمصين شخصيات، متقمصين شخصيات، يعني مختارين في اشكال يكونوا وين ما كان. اوكي هيدي الحياة فيها علاقات حقيقية. شو بقصد بعلاقات حقيقية؟ يعني اليوم انت فيك تحصل على وظيفة بهيدي الحياة. أوكي. مش انت كجوزيف، لا الافاتار تبعك او الشخصيه تبعيتك ممكن يصير في زواجات بين اثنين مثلا 100%. هيدا هون عندنا صوره عرس. طب ما انصدموا بس شافوا اشخاص حقيقيين. اوكي وهون بيتجوزوا عن جد، يعني حتى بيبقى في انسان حقيقي هو العامل الشيخ او الخوري. اوكي يعني كل شخص هون عم نشوفه هو بيمثل انسان حقيقي. اوكي منه كمبيوتر او منه، بس هذا الزواج ده صار ضمن اللعبه، يعني مش على الحقيقه. هلا مزبوط ضمن اللعبه، ضمن قوانين اللعبه انتم صرتم مزوجين. اوكي بس في ناس حولت هيدا الشيء لزواج حقيقي. نعم اوكي عندهم حتى عملتهم الخاصه اسمها لندن. كل 1000 لندن بيعملوا $4. اف منيحه عملتهم، منيحه عملتهم منا عاطله. والحلو انه انت فيك تشتري العملة بالأموال الحقيقية. نعم. وبتحول هيدي العملة لأموال لدولار. أوكي. ففي ناس بتخلق بزنسز أو بتخلق تجارات عن طريق السكند لايف. في ناس بتصير تاجر بالأراضي. أوكي. لأن السكند لايف كمان عندهم مثل كرة أرضية خاصة فيهم، وفي مواقع على هيدي الكرة الأرضية لها أهمية أكثر من مواقع تانية، فالناس بتصير تستحوذ عليها وتبيعها بمصاري. طب الواحد قم يوعى من هالغيبوبة يلاقي إنه ما عنده أملاك، ومن بعد ما يكون شاري وعامل وكذا يكون عايش الدور والحالة مزبوط، كارثة. بس فيك تسحبهم كمصاري ككاش. في ناس لهلا فيك تسحبهم كمصاري 100%. لهلا 60 مليون دولار توزعوا على 60 مليون دولار حقيقي. ومين عم بدأ بيدفع؟ توزعوا على باقي المستخدمين. يعني هيدا الشخص هون عم نشوف مثلا بده يشتري ساعة من هيدا الشخص، بيشتريها وبيدفع له حقها مصاري. ساعة افتراضية. افتراضية. كله افتراضي، كل شيء بهيدا العالم افتراضي. ويك اب. اوكي؟ بس الشغلة الغريبة كمان هون بنشوف كل شخص وأسمائهم وعم بيتحدثوا مع بعض، هول كل شخص هون في إنسان من وراه بمكان ما في العالم. اوكي؟ في جامعات هون ليك. هون عندنا ناس قاعده قدام محاضره. ومين عم بيعلمهم؟ كمبيوتر ولا في استاذ محاضر؟ كمان في استاذ بمكان. طيب عم بيعلمهم غلط. هلا هون ما مفروض، لانه اكيد في يكون في حدا عم يعلمهم شيء غلط، يعني بس في جامعات رسميه عملت لها بروفايلز او افاتار على سكند لايف، ومش مش مش بس جامعات. نعم. اكثر. انتخابات. مش انتخابات. شو؟ هيدا بال 2007 هو كان وزير الخارجية السويدي. اوكي. السويد وعدة بلاد تانية فتحت سفارات على السكند لايف. لا هولو. مثل ما عم خبرك. عن جد ويك اب. هيدا شخص، هيدا الوزير كان عم يحكي مع عالم السكند لايف مثل ما شايفين الأشخاص هون عم يجوا يتسمعوا. طيب هي الحياة خالية من الهموم؟ ولا الواحد بده يزيد هموم على هموم. يعني في حدا يسرق لك الغراض، في حدا يجي يعمل معك مشكل. نعم. عن جد حياة بتمثل الحياة الحقيقية، ولكن هي حياة افتراضية. اوكي يعني عم اقول لك في بلاد خلقت سفارات عليها. المالديف كان اول بلد، السويد ثاني بلد، وفيك انت تروح على هيدي السفارة تسأل أسئلة، يعني ممكن تكون عندك استفسارات لحياتك الحقيقية. هلا في ناس عم تستخدمها، في شركات حتى عم يستخدموها ك مجال لإعلان عن منتجاتهم. فينا نحن نفوت على الأبل ستور، فينا نحن نفوت على النايكي ستور. نشتري أغراض من محلات عالمية، أو نسأل أسئلة عن هول المنتجات. يعني بصير في إدمان على الموضوع، لأنه بتعودوا على حياة تانية. يعني الواحد خير عم يشتغل كل نهار، يجي يشتغل بالليل، يعني كارثة. أكيد أكيد. بس أنا ما في قصة السرقة اللي قلت عنها، عم بلعب لعبة هلا وأنا مدمن عليها. أيه. بيفوتوا بيسرقوني. إيه مدير مسرح عماد شكرا. فسرقني، عملت له بلوك على الفيسبوك.
ما صرت عامل اربعه لمن اصحابي بلوك. ما هي هي الحياه مع بسيئاتها وحسناتها. نعم. ومش بس هيك، هلا اكيد لما يصير عندك مجموعه اشخاص بيصير. نعم. في عندك اذا بدك ديناميكيات حقيقيه. نعم. يعني في عندنا مجموعات دينيه بلشت تتاسس على السكند لايف. نعم. مجموعات دينيه، مجموعات سياسيه عم تتاسس على السكند لايف، بيعملوا انتخابات، بيطلعوا ريبريزنتيفز عنهم، فعن جد عم يصير في كانه حياه ثانيه. بتعرف شغله؟ افتراضيه. تعبت، تخيل عم بعيش حياه ثانيه مع كل القصص اللي بدي اعملها بالنهار بدي ارجع اعيدها بالليل، يعني ما في. هلا ليك عادة يعني لا. انا بحس الناس اللي عن جد بفوتوا بهيدي اللعبة يلي هي فيك تعتبرها نوع من السوشيال نتورك، انا باخذها دور حدا نايم كل الوقت. انا بعتبر انه الناس اللي عن جد عم يفوتوا بهيدي اللعبة هن ناس يمكن عن جد ما يكون عندهم حياة تانية. بس عم تقول انت بيطلعوا مصاري يعني. فيهم يطلعوا مصاري، في ناس طلعت كتير مصاري. لا. بس اكيد تنكون واقعيين هي نسبة كتير قليلة. فيك تفتح بزنس اليوم، انت فيك بهيدي اللعبة تعمر تنعتبر مطعم. نعم. وتعمل له ماركتينج بقلب اللعبه وتستفيد بالحياه الحقيقيه، ولا ويجي ناس باللعبه بدهم ياكلوا عندك ويدفعوا لك مصاري وانت تسحب هاي المصاري الحقيقيه، يعني كله افتراضي، بس بالنهايه بتقدر انت تسحب هيدي الاموال اموال واقعيه. بس هيدا اللي بده يروح يشتري من عندي اكل وما ياكلهم لانه هن مش حقيقيين. ليك في ناس غريبه. طب انت اليوم الاولاد عم يشتروا بيدفعوا مصاري على العاب معينه ليلبسوا الكاركتر تبعهم او ليحطوا طاقيه حمراء بدل الطاقيه الصفراء. رسولي صار حقيقيه او لا ولا افتراضيه؟ يعني شوف اذا ما ناكل اليوم. نحن اليوم عايشين بحياه افتراضيه يعني عن جد اليوم. هيدا هي شغله غريبه، شغله اكيد منا دارجه عنا يعني. ومنا دارجه وين ما كان، خليني خبرك يعني نسبه الناس اللي عم تستخدمها نسبيا نسبة صغيرة جدا، نص مليار يعني 500 مليون. 50 مليون عندهم حساب، بس اكيد مش الكل عم. طيب يعني انا من هالناس اللي فتحوا حساب من 8 9 مليار منيح. بس هيدا الشيء اللي بفرجينا انه يعني اذا بنتخيل هيدا الشيء بعد 10 بعد 20 سنه كيف انه نحن بنقدر نخلق حياه افتراضيه كامله بتغنينا عن الحياه الحقيقيه. عم اقول لك ناس بتروح بتحصل على وظائف. ليه حسك تتعلم؟ حسك بتحضر ارواح؟ ما بعرف، شو بعرفني هلا شو بيصير هلا. بركي هي بتكون وظيفتي على اللعبه. يعني اليوم هي لاي حدا على باله يخلق حياه تاني هو ما قدر تحقق مواهبك، تحقق احلامك على هيدي اللعبه. انا لا، انا باس. انت باس، انا باس. وانتم اللي عم تستعملوها ويك اب. بس خلونا نفكر يعني بعد 20 سنه هاي وين ممكن تكون؟ ممكن على حياتنا اللي احنا عايشينها. ليش ملحقين على او الناس اللي ما عندها قدره انه تظهر من بيتها، يمكن كمان الناس اللي عندها حالات خاصه يمكن تقدر تكون منفذ لهم، ما بعرف. خلينا نطلع بالبوزيتيفز. اوكي، هيدا كان موضوعنا اليوم عن السكند لايف. هيدا كان موضوعنا عن السكند لايف. اذا هيك صار عندكم الحشريه تعرفوا اكثر عنا فيكم تفوتوا على انا بالنسبه لي السكند لايف هي بعد الموت. نصيحتنا خلصنا سكند لايف، نصيحتنا بنرجع لها علاقه بالفيسبوك. كثير مرات بيكون بدنا نحط اعلان على الفيسبوك، الفيسبوك بياخذ وقت ليعمل لنا ابروفل، واذا حاطين مبلغ صغير بيطول هيدا الاعلان ليوصل على الاشخاص. مرات مضطرين عم نعمل اعلان لايفنت مثلا اليوم عشيه، فنصيحتي للعالم انه مش بس يعملوا بوست، يحطوا بادجت كتير عاليه. بس انتبهوا يعني اذا نحن بدنا نصرف 10 دولار نحط 100 دولار بادجت، فيسبوك بيعمل لنا كبسه لهيدا الاعلان ونحن بنرجع بنوقفها لما توصل لل 10 دولار. فبهيدي الطريقة عم نتحايل على النظام لحتى نحن نقدر نحط الاعلان بأسرع سمعوك بالفيسبوك بزبطوه. وقت ممكن. هلا في ناس بتنسى تشيل بتنسى تعمل ستوب، فبيستفيدوا هن. ما تنسوا تعملوا ستوب. طيب ثانك يو علي، نمسي تجيبهم يا خيي. خبريات خبريات. نشوفك السبت الجاي ان الله رد بحلقة جديدة من سوشيال ميديا. لكل المشاهدين رح ناخذ بريك ومن بعدها بنقرا كمان بقية الكومنتس ونشوف سارة وين صارت بالمطبخ. سارة تحكي احكي لأن يوم ما سمعت صوتي بكي افتراضي. لا حقيقي عم بتهز. بريك وبنرجع.